اتش ار كان مهم ومهم جدا. وانا راه في التحضير السيد العام راه لا يمكن ان نغلب واحد المشروع وكان يقول خاصنا نكون عندنا اصول اقناع. انا في الهضاب وفي الطلبه وكاين اذا هذه الطريقه ديال التعامل. هذا مشروع خصو يشمل الاقليم تاعو كاين 13 جامعه اللي قال السيد الديعي مهم جدا. انا نتمنى انه الجامعات تلتزم بالمساهمات ديالها باش يكملوا المشروع. وهنا بعد على السيد الرئيس كان ماشي اقليمي، احنا عندنا برنامج البرمجه في هذا الدور خصنا نبرمجوها. لان علاش؟ لان المشكل تيكون هو الدعم. اذا ما كانش فلوس واخا احنا غنتفقوا دابا والشراكه وحنا في الايدي ولكن حتى حاجه. اذا خصنا اللي اتفق على شي حاجه يكون تلتزم بها. اخوان الجامعات انا كنظن لا حول ولا قوه الا بالله، راه يمكننا كذلك استدراج وزاره الداخليه في هذا الباب ان الدعم هذه المشاريع اللي هي مهمه ومهمه جدا. ما نقولش لهذه الجامعه 13 راشد على البحر مشكل، اعتماد مشكل، وهلم وجر. اذا هذه السياسه اللي غادي تبقى في الاخر مزيانه، ولكن خصنا حنا كجامعات فرضنا ان من بنينا واحد الشراكه بمشروع مهم ومهم جدا وندافعوا على الفلوس ونحطوها ما بقاوش نتهاو، لان عندنا بعض المجموعه ديال الاتفاقيات وهي فكنتمنى ان هذه الاتفاقيه ما فيهاش مزيانه. المعازف يعاني ويعاني من ستة الحويجات، ولكن هذه البادرة أننا نصفو كمجلس إقليمي أننا كنجيو للبرمجة نحطو الفلوس وتبدا هاد الأشخاص في مجلس الدي لأنها مهمة جدا للإقليم ديالنا اللي غادي نديرو في العمل ديال التطهير والمشاكل اللي كيعيشوها المواطنين داخل الأحياء ديالهم وداخل الأزقة والشوارع. وشكرا. قالك وقف إلى الآن لأنه كنظن أنه هاد المعازف والإهداف راه ما عندهم حتى حاجة، راه مرغمين أنهم قالوا هاد الفلوس. ولكن الا دخلت مع السيد العام وكنت عارف السيد العام اليوم انا حاس بانه راه تيفكر بانه راه ما عندهم خاصنا نمشيو على المشروع. اذا كان بامكاننا اننا نمشيو للسيد الرئيس هو الناس ونمشيو للسيد الرئيس دابا كاينه اننا في هذا المسامات نزيدوا حنا واحد مليون درهم هو اللي ما زدنا ديك جوج نحيدوا في الداس المعارف والمشروع راه ناجح 100%. وشكرا.